الاحترام. من حق المريض حرية الاتصال ومقابلة الأشخاص الذين يختارهم أثناء وجوده بالمستشفى. عباقرة كلية التمريض ومباراة مهمة جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة: 80 جامعة طنطا، 35 جامعة القاهرة. وحصل عندنا تغيير واحد في جامعة القاهرة، حسن جمال رجع مكان محمد حسن. وفي جامعة طنطا حصل عندنا تغييرين: محمود عنب نزل مكان مصطفى الغزالي، وفاطمة عطا رجعت مكان نورهان طارق. ودلوقتي مع فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. جامعة طنطا اختارت فاطمة عطا، وجامعة القاهرة اختارت حسام صلاح. اتفضلوا. 10 أسئلة في 45 ثانية. دلوقتي انت اللي هتبتدي يا حسام، صح؟ تمام. هترجع يا فاطمة للغرفة الزجاجية مع فاتن، هتسمعي موسيقى وترجعي لنا. حسام، انت خلاص فاهم اللي بيحصل، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. لو السؤال مش هتعرف اجابته هتقول ايه؟ نكست. لو ما قلتش حاجة انا هفضل ساكت، يعني الكرة في ملعبك. تمام، اتفقنا؟ تحت الضغط، كاونتر. في اي قارة يقع نهر باردا؟ نيكست. على من انتصر بريطانيون في معركة شوتلاند البحرية عام 1916؟ نيكست. من هو المغني المصري صاحب أغنية يا ناس؟ نيكست. من هو السيناريست الراحل صاحب المجموعة القصصية خارج الدنيا؟ نيكست. ما هو العدد الذري لعنصر الألمنيوم؟ 16. غلط. كم عدد ألوان علم جمهورية اليمن؟ Next. من هي الفنانة التي لعبت دور الدكتورة جيهان في فيلم مرجان أحمد مرجان؟ ميرفت أمين. صح. ما هو نظام الحكم في دولة إستونيا؟ جمهوري. صح. من هو مغني وتتر مسلسل أميرة في عبدين؟ Next. إلى أي دولة؟ فلحقتش أكمل السؤال. حسام، عندك كم إجابة صح؟ 2. تفضل مكانك. كان في أسئلة سهلة وانت بتجاوب الحقيقة. هارد لك يا حسام. على العموم هنشوف فاطمة تنضم معانا، وهنشوف فاطمة هتعمل ايه. لو فاطمة جاوبت على سؤالين هتتعدي، اكتر فاطمة هتاخد منك 10 نقط هدية. فاطمة اتفضلي مكاني. فاطمة جاهزة؟ ان شاء الله. حسام جاوب على سؤالين، لو جاوبتي على سؤالين في كمان هتتعادلوا، اكتر هتاخدي من حسام 10 نقط هديه. كل اجابه صح بخمس نقط. السؤال اللي مش هتعرفي تجاوبيه هتقولي ايه؟ نكست او بص. تحت الضغط، كاونتر. في اي قاره يقع نهر باردا؟ اسيا. صح. على من انتصر بريطانيون في معركة شوتلاند البحرية عام 1916؟ إيران. غلط. من هو المغني المصري صاحب أغنية يا ناس؟ بص. من هو السيناريست الراحل صاحب المجموعة القصصية خارج الدنيا؟ بص. ما هو العدد الذري لعنصر الألمنيوم؟ 12. غلط. كم عدد ألوان علم جمهورية اليمن؟ 4. غلط. من هي الفنانة التي لعبت دور الدكتورة جيهان في فيلم مرجان أحمد مرجان؟ بص. ما هو نظام الحكم في دولة إستونيا؟ تفضلي. تعالي يا فاطمة. فاطمة توتر غير عادي من حسام وفاطمة، انتوا الاثنين. الحقيقه كان فيها اسئله سهله جدا، وانا متاكد لو رجعتوا مكانكم وسالتكم نفس الاسئله هتجاوبوها. شوفوا بقى، متاكد؟
إجابة واحدة بس من فاطمة بخمس نقط، وإجابتين من حسام بعشر نقط، وفاطمة هتدي لحسام عشر نقط هدية. نشكر كلنا حسام وفاطمة. فاطمة وحسام اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. جامعة القاهرة 55، جامعة طنطا 85. ودلوقتي هقول لكم الأسئلة اللي ما تجاوبتش. على من انتصر البريطانيون في معركة يوتلاند البحرية عام 1916؟ فرنسا. الألمان. من هو المغني المصري صاحب أغنية يا ناس؟ محمود العسيلي. من هو السيناريست الراحل صاحب المجموعة القصصية خارج الدنيا؟ أسامة أنور عكاشة. ما هو العدد الذري لعنصر 13 الألمونيوم؟ هارد لك يا فاطمة، هو 13 مش 12. كم عدد ألوان علم جمهورية اليمن؟ 3 طبعا. كل الأسئلة بتجاوب، شايفين؟ 3. هم ايه الألوان؟ أحمر وأبيض وأسود. بالظبط كده. من هو مغني تتر مسلسل أميرة في عابدين؟ أميرة هشام عباس. هشام عباس. التوتر أثر عليك وانتوا الاثنين جدا. تمام. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لجامعة واحدة بس. وأول اثنين إبراهيم شهاب ونوران عبد الوهاب. تفضلوا. 85 و25 كام؟ 120. 55 و25 كام؟ 80. بالظبط كده، 80. السؤال الأول. هرمون يفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية ووظيفته الرئيسية إعادة امتصاص الماء في الكلية، فما هو؟ الدوستيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدوستيرو. نوران، إجابة خاطئة. في إجابة؟ تدوس على البازر لو في إجابة. ما فيش إجابة. أنتي ديوريتيك هرمون. أنتي ديوريتيك هرمون، صح؟ أو الفازوبريسين. اتفضلوا. سؤال كان سهل وطار منكم الهدف انتوا الاثنين. سؤال الثاني. فاطمة وحسام. حسام وفاطمة. ورجعتوا تاني انتوا الاثنين تاني. السؤال الثاني. ما هو أول إجراء تمريضي في حالة ظهور أعراض حساسية أثناء نقل الدم للمريض؟ وقف الدم. إيقاف نقل الدم فوراً. الهدف الأول. هدف فاطمة. هدف لجامعة القاهرة بلا مقابل. هارد لك يا فاطمة، هي الإجابة كانت عندك بس حسام خطف منك البازل. الموقف يا سلوى كالآتي. لو وسام جاوبت خلاص رجعت بخمسة وعشرين نقطة، لو جاوبتي اتعادلتوا وهيبقى في فرصة في السؤال الرابع. السؤال الثالث. ما هو المرض الذي يصاحبه ألم في الصدر نتيجة نقص الأكسجين المغذي لعضلة القلب؟ هايبوكسيا. هايبوكسيا، إجابة خاطئة. أنجينا. أنجينا أو الذبحة الصدرية. الهدف الثاني. برافو عليك يا وسام، هدفين بلا مقابل. برافو عليك يا وسام، وهارد لك يا سلوى، مع انك خطفت البازر. وسؤال ما كانش صعب، هو سؤال الحقيقه كان سهل جدا. لا، وانا بتكلم على السؤال اللي جاي. السؤال اللي فات كان سهل، السؤال اللي جاي هو تحصيل حاصل. خلاص جامعه القاهره معهم 25 نقطه، بس لازم نسال. السؤال الرابع. حاله مرضيه يحدث فيها التهاب ناتج عن تآكل الغضروف الذي يغطي العظام
إجابتك؟ أرثرايتس. إجابتك مش كاملة. عندك إجابة؟ محمود للأسف الشديد إجابتك مش كاملة. إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ إن شاء الله. فضل إجابتك إيه؟ Osteoarthritis. خشونة المفاصل. الإجابة الصحيحة. الهدف الثالث لجامعة القاهرة. هدف لمحمود. برافو عليك يا حسن. ثلاث أهداف بلا مقابل وبكده النتيجة 80 جامعة القاهرة. 85 جامعة طنطا. الموقف اتصعب على الجامعتين. ما قدرتش ان انا اركز كويس ان انا اسمع السؤال. اجابه خاطئه. كنت مخضوضه شويه من النتيجه بس كانت الاجابه عندي. كنت مركز ان الفريق ضايع 25 نقطه اكتر من ان انا اجيب جول. انا بنطق الاجابه من غير ما اضغط على البازل. 25 نقطه عن جداره واستحقاق. جاوبت اجابه صحيحه كانت مفيده جدا لجامعه القاهره في الوقت ده. الهدف الاول. القاهرة راجعة تاني وعايزة تكمل وتكسب. كان السؤال اي نعم تحصيل حاصل ولكن انا اخدته بنوع من الجدية. الهدف الثالث لجامعة القاهرة. جامعة طنطا اكيد مش هتستسلم. احنا نتأهل للمربع الذهبي. واثق 100% ان هو هيبذل اقصى ما عنده عشان يكسب الفريق. خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين وايه اللي هيحصل في ماتش النهارده. المباراة رجعت تاني في الملعب زي الأول لكننا بنبتدي بأول وجديد. فرق 5 نقط يعني سؤال مش سؤال حتى. المباراة لسه في الملعب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة. فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب20,000 جنيه بما يساوي 1,000,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 3,300,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر.